برأيك السيد رضا، هل يخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصرا من هذه الحرب، معنى تحقيق أهدافه، أم ستكون أوكرانيا مستنقعا للجيش الروسي ومستنقعا لروسيا بشكل كامل بعد، بالنظر إلى الثلاثة أيام الأولى من الحرب وبالنظر للمواقف الغربية؟ لما رأيت الخرائط العسكرية وطريقة تحرك الجيش الروسي قلت لكم أنه يتحرك، له خطة رائعة يعني متميزة عسكريا في تحريك القطع ومحاولة الاقتحام والاستيلاء على الأراضي، لكنه غير محدد لأن أوكرانيا أرض منبسطة واسعة مفتوحة جدا، ليست فيها تضاريس قوية كأفغانستان 85 أو 80 إلى 85% جبال مثلا، أو يعني الأرض منبسطة لجيش بري يمتلك قوة عسكرية برية مهولة من الدبابات وغيرها من الدعم اللوجستي. فالدخول العسكري فهو شيء متوقع مقارنة باختلاف موازين القوى العسكرية على الأرض، فهذه خطة الحرب. فهو وإن انتصر وأخذ أوكرانيا فقد انتصر في خطة الحرب، لكن كما قلت أنه في المقابل كان حلف الناتو يتحرك أو يحرك قطع الأحلاف. في الوقت الذي كان يحرك بوتين قطع عسكرية على الأرض، كان حلف الناتو يحرك ويموضع الأحلاف المستعدة للقتال أيضا كدول البلطيق ودول الشمال وبولندا وبولونيا والتشيك ومن ورائها أوروبا، بمعنى أنه هناك فرق بين خطة الحرب التي يعتمدها بوتين وفن الحرب التي تعتمدها الكتلة الأنجلوساكسونية. وقد قلت لكم أنه وإن أخذ أوكرانيا كاملة يكون الأنجلوساكسون أمريكا وبريطانيا قد سحبوا من بوتين أهم مرتكز في مشروعه الأوراسي، وهو أن يعتمد على العرق السلافي كمكون أساسي الذي يدير هذا المشروع، وقد انكسر وكسرا لا ينجبر باحتلال أوكرانيا التي هي مهد سلاف والمهد التي تخلقت فيه روسيا نفسها. فما سوف يكون في المراحل القادمة هي مراحل إدارة نفوذ، مراحل محاولة إطالة الصراع لإغراق روسيا أكثر في الوحل الأوكراني. الآن انتقلت من حرب المساحات وحرب الخطوط إلى حرب المدن. حرب الخطوط انتصرت يبدو أنه لحد الآن متقدمة فيها روسيا باعتبار أن أوكرانيا منطقة مفتوحة تضاريسيا، لكن حرب المدن الشعب الأوكراني معروف تاريخيا أنه شعب شرس ومقاتل، لهذا حرك بوتين استعدادا لحرب المدن الكثير من القوى التي غير روسية كبعض الميليشيات الشيشانية أو غيرها من دول شرق آسيا.